بركة أنت في النساء أيتها الطوبوية التي آمنت، لقد صنع لك القدير معجزات، معجزة أمومتك الإلهية. والآن في مجد ابنك لا تنقطعين عن التشفع لنا نحن الخطأ. أنت تسهرين على الكنيسة كأم لها، تسهرين على كل واحد من أبنائك، تنالين لنا من الله كل هذه النعم التي ترمز إليها أشعة النور التي تنتشر من يديك المفتوحتين، بشرط أن نتجرأ على طلبها منك ونقترب منك بإيمان وإقدام وتواضع. وهكذا ترشديننا دوماً إلى ابنك الإلهي. آمين.